قام الناشط محمد جاسم بنشر تعليق على موقع فيسبوك انتقد فيه سوء الخدمات في محافظته الأنبار، ودعا فيها المسؤولين إلى زيارة المركز الصحي في المحافظة وتحديدا صالة الولادة بعد غرق مداخل المركز بالماء والوحل. بعد هذا المنشور تعرض للاعتقال ورفعت ضده دعوى قضائية سب وتشهير رفعها ضده قائم مقام الحبانية علي داود. طبعا بعد تدخل المنظمات الحقوقية تم الإفراج عنه بكفالة، لكن حليق الرأس كنوع من العقاب في نوع من العقوبات أيضا نتذكره سابقا، وهذا ينم على أو يدل على كلاسيكية المسؤول في العقاب في العراق. دعونا نشاهد هذه الصور. هذه صورة المنشور. سيد قائم مقام قضاء الحبانية المحترم، أدعوك وأدعو يعني بكل نعم هو تحكم لكن بأسلوب محترم، سب وتشهير لكم طبعا هذا موجود، ستجدون الحلقة على الإنترنت. هذه صورة الرجل بعد أن خرج بكفالة بتدخل منظمات وأصدقاء وعوقب بحلاقة رأسه. لكم أن تشاهدوا الحلقة في نهاية الحلقة إن شاء الله على الإنترنت، وتقرأوا النص بتمعن. إن كان هناك أي سب في الموضوع أنتم أصحاب القرار في النهاية لتحكموا على هذا الشخص.